تجميعة اليوم سميتها تجميعة القطب الشمالي، دوك تعرفوا علاش. تحدي حلقة اليوم عبارة عن بناء تجميعة الشكل والأداء بأقل سعر ممكن، شرط تكون 80% من القطع باللون الأبيض، والرصيد اللي راح يكون عندي لا يتجاوز 600 دولار. شوف عصام دبر راسك، البي سي هذا راني باغي وين ما تحطه يخدم، جيمينج إيديتينج كلش. صاي خطاتك صاحبي، نديروا لها حل. السؤال المطروح، كيفاش نقدروا نوفقوا في أغلب القطع حفاظا على الشكل الجمالي والأداء بهذه الميزانية؟ ماشي سهلة تماما خويا العزيز، لهذا نحتاج 1000 لايك أقل شيء في هذا الفيديو، لأنه 90% من القطع راني شاريها بمالي الخاص باش نقدر نوفر لك محتوى يناسبك، ما عدا الكولر والمراوح اللي وصلتنا من شركة أركتيك اللي نشكرها على ذلك. على كل حال درت مخطط سريع وبحث معمق دام لأسابيع بحثا عن القطع المناسبة من ناحية السعر والأداء معا. 70% من القطع راح تكون جديدة، أما الباقي غادي يكون مستعمل باش قدرت نوفق في الشكل والأداء معا. على كل حال درت أوردر لكامل القطع، وهذه هي كل القطع أمامكم. البي سي غادي يعتمد كليا على رايزن 5 5500 زائد 1660 سوبر من ايسوس توف، والتبريد سيكون من أركتيك نسخة الفريزر اي سبورتس ديو 34 باللون الأبيض، زائد المراوح ذات الجودة العالية. هذا المبرد اللي راك تشوف فيه حاليا أفضل مبرد هوائي في الفئة السعرية تاعه بدون مجاملة، تقدر حتى تبرد بي اي 7 ولا اي 9، مانيش نحكي غير هاك لاني جربتها، ودوك نشوفوا النتائج تاعه في البنش مارك. البطاقة الأم ستكون من ام اس اي بي 450 ام اي برو ماكس، والرامات ستكون من اكس بي جي دي 35 جي بسعة 16 جيجا بايت اوف رام و 3600 ميجا ترانسفير بير سكند، يعني من ناحية السرعة والسعة ما نخافوش عليها. وأهم من ذلك أني وجدتها باللون الأبيض لأنه نادر جدا هذا اللون في الرامات. فيما يخص وحدة التخزين، اخترت نسخة تيم جروب بمساحة 256 جيجا. الكيس لم أجد أفضل من سبيرت أوف جيبر ليأتي كليا باللون الأبيض، وأظن أنه سيضيف لمسة جمالية مناسبة للشكل النهائي. الباور سبلاي، الباور سبلاي سيكون من ثيرمالسيك 450 واط 80 بلس وايت، صحيح أنه باللون الأسود لكن ما غاديش يظهر في الكيس. يبقى الإشكال الوحيد في كرت الشاشة، ما كانش عندي حل الا وصبغ الكارت او طلائه باللون الابيض. طبعا كما راكم تشوفوا ما عنديش خبره في الطلاء، لكن حاولت قدر الامكان باش نخرجها في احسن صوره ممكنه. وصلنا حاليا الى مرحله البناء، واذا مازال ما درتش لايك الى حد الان مشكله اخويا العزيز، سمو ديرنا لايك وخلينا نبدا مباشره في مرحله البناء. التحدي اكتمل والتجميع كما راكم تشوفوا بدون تعليق، اكتب لنا رايك في مكان التعليقات. سامحونا خوتي قطعت عليكم هذا الفيديو لانه وعدنا اعلان خفيف ظريف لاحد هواتف شركه بلاك فيو، واللي ما يهمش الامر تقدر تفوت عادي. الهاتف ياتي تحت اسم اوسكار تايجر 12 اللي صدر قبل ايام قليله فقط، وكما راكم تشوفوا الانطباع الاولي للهاتف ياتي بإليجن ديزاين بشاشه 2.4K وتردد تاع 120 هرتز. الكاميرات كاميرا مبينة في الشاشة 64 ميجا بكسل، وزعمين أنها من تصنيع سامسونج. والمواصفات الأساسية للهاتف تبين لك أنه مش مجرد هاتف عادي. للمزيد من التفاصيل زائد رابط الشراء مع التخفيض متوفر في الوصف أسفل هذا الفيديو. وكما راكم تشوفوا راهم دايرين تخفيض تاع بلاك فرايداي يصل إلى حتى ناقص 40%. نولو مباشرة للفيديو تاعنا. كملنا مع الشكل، ماذا عن الأداء؟ جربت التجميعة على 5 ألعاب، هي في الحقيقة 4 ألعاب، وشغلنا معظم الالعاب على 1080p الترا سيتينغز في وجود الافاسار وبدونه. ودير في حسابك مليح باللي الالعاب هذه معظمها ستكون تريبل اي جيمز، يعني العاب ضخمه. نبدا بسايبر بانك 2077. التست رقم 1 كان الافاسار اوف، حصلنا في هذه الحاله 42 فريم بير سكند، اما في وضع الافاسار اون حصلنا على 60 فريم بير سكند، وهذا هو المطلوب، هذه هي الميزه تاع الافاسار. التست الموالي ذا ويتشر 3 اخر تحديث
في عدم وجود الافسار حصلنا على رينج ما بين 38 حتى 40 فريم بير سكند. لماذا هذا الرينج؟ لان العاب العالم مفتوح ما تعطيكش فريم ريت محدد. المهم بعد تفعيل الافسار 2 حصلنا تقريبا دبل ذا فريم ريت، حوالي 58 59 فريم بير سكند، which is super cool. فورتنايت اول تيست كان في الايبك سيتنجز افسار اوف وحصلنا على 75 فريم بير سكند. لازم تعرف بلي فورتنايت اصبحت اكثر تطلبا، ومع ذلك تجميع ايزي بيزي. اما بعد تفعيل السيتنجز التلقائيه تاع فورتنايت ومع تفعيل كذلك تي اس ار اون حصلنا على 127 فريم بير سكند، دبل ذا فريم ريت، واللعبه صارت سوبر سموت. ومن فضل اخوي العزيز، حاول دائما تفعيل الافسار ولا تي اس ار اذا كنت في فورتنايت باش تستغل قدر الامكان من الفريمات بلا ما تحس باللي نقصت لك الجوده. التست الاخير كان في سي اس جو 2 الجديده كليا، حصلنا في الماكس سيتنجز افسار اوف على 78 فريم بير سكند. اما بعد تفعيل الافسار حصلنا على 104 فريمات، واللعبه كانت سوبر سموث. مع العلم ان سي اس جو تغيرت كثيرا من ناحيه البرفورمانس والجرافيكس، يعني اللعبه ولا جديده كليا. ماذا عن تيست الفول مارك باش نعرفوا درجات الحرارة الخاصة بكارت الشاشة؟ شوفوا خوتي، درت تيستين في هذه الحالة. التيست رقم 1 كان ذلك قبل طلاء كارت الشاشة، حصلت أقل شيء 36 وأقصى شيء 65 66 67 كأقصى شيء. أما بعد طلاء كارت الشاشة كشغل حليت الكارت ودرت التيرمال بيست الخاص بالأركتيك المعروف أنه one of the best. كما راكم تشوفوا درجات الحرارة انخفضت، أقل شيء 33 أقصى شيء 58 59، سوبر كول. نشوفوا حاليا تأثير الأركتيك على المعالج، والشيء اللي أدهشني أنا هو درجات الحرارة تاع المعالج اللي كان مكونتروليه الأركتيك. خاوتي الأركتيك قوة ما كانش كيفاش. كشغل شغلت سايبر بانك 2077 في الالترا سيتنجز وحصلت درجات ما بين 46 حتى 49، المعالج كان مستلقي ما كان حتى بروبلام، يعني الاركتيك ما يزعقش خوتي. التجميع حرفيا وين ما تحطها تشتغل، تشغلها في الايديتنج، تشغلها في الالعاب 3D anything. لكن مع العلم ما هيش موجهة لـ3D بصفة كلية، لكن تقدر تعطيك نتيجة مرضية كبداية. شوفوا خوتي، سعر التجميع اللي خرجت فيه حوالي 118,000 دينار جزائري وشوية صرف، يعني حوالي 593 دولار. كنت قادر نخرج في سعر أقل، لكن للأسف غيرت المذربورد في آخر دقيقة. علاش؟ خاطر هذيك المذربورد كانت مستعملة وللأسف اللي بحالي تصب عليا وما بحاليش بالداعم تاعها اللي نركب فيه الأير كولر ولا السي بي يو كولر. بدون ذلك الداعم لا أستطيع تركيب لا واتر كولينج لا أير كولينج. سما شريت واحدة جديدة وركبتها مباشرة في آخر دقيقة. ثم أغلب القطع اللي راكم تشوفوا فيها في تجميعة اليوم جديدة، ما عدا كارت الشاشة لمستعملة، كل شيء جديد ما عدا كارت الشاشة. وزد بالزيادة راني حاط واحد المراوح، يعني خاوتي هاد المراوح راهم دايرين تبريد ولا أروع في هذه التجميع فوق حقها. هاد المراوح مانيش حسبهم في السعر، يعني سعر المروحة الواحدة قد تتراوح ما بين 3500 حتى 5000 دينار جزائري، لاني راني مركب 3 تاع الاركتيك 120 ملم وزوج تاع الاركتيك 140 ملم راني مركبهم من الفوق. درجات الحراره خاوتي راها ما نحكوش عليها، بين قوسين راني نديرهم جيف اواي في هذا التجميع. شوفوا خاوتي، اول واحد يتواصل معايا في الانستغرام غادي نحسبها له ب 11 مليون و800، سعر ولا اروع ما غاديش تصيبها كاع في الجزائر هذا السعر. كيما قلت لكم المراوح تاع الاركتيك راني حاطهم جيف اواي، تسمى الاول اللي يتواصل معايا نحسبها له بهذا السعر، والتوصيل مجاني لكامل ولايات الوطن.